ايه هي مناظير الرحم واستخداماتها؟ مناظير الرحم عبارة عن انابيب رفيعة متوصلة في اخرها كاميرا بتنقل الصورة اللي هي داخل الانبوب الى شاشة التلفزيون. الانبوب ده هو بيدخل من خلال عنق الرحم الى داخل الرحم وبيصور كل داخل الرحم اكنك شايفه بعينيك، بيبقى على شاشة التلفزيون. طب ايه استفدت بيه؟ دلوقتي المناظير الرحمية خلتني ان انا اعرف اعمل عمليات كثيرة جدا داخل الرحم، ممكن اشيل اورام ليفية، ممكن اشيل لحميات، ممكن اقص التصاقات، ممكن اصلح حواجز رحمية، ممكن اكشف على الرحم واعرف عيوبه ايه واخد تقرير كامل على حالته واعمل بيها اسطوانة مرئية اكنه زي التقرير مرئي، يعرف نحطه مع تقارير العمليات بتاعتنا كلها.